السلام عليكم، سليم قادري، مخرج شاب مدينة فاس. سعيد بالمشاركة ديالي والتواجد ديالي في مدينة مكناس. المهرجان داز الحمد لله في أحسن الأجواء، الناس كانوا كيتقاتلوا باش نبقاو مرتاحين، داروا اللي في جهدهم باش المهرجان يدوز زوين. دونك فرحانين بزاف، الحمد لله حصلنا على جائزة الإخراج اللي هي الجائزة الثانية للمهرجان. ثاني مرة كنحصل على جائزة الإخراج بهذا الفيلم، ثاني جائزة دولية، تاسع جائزة في الفيلم، في السيفي ديال الفيلم. دونك حبة رمل هو فيلم قصير، ان فيلم اكسبيريمونتال، فيلم تجريبي كيمزج ما بين اون بارتي اللي هي وثائقية وان بارتي اللي هي روائية. الموضوع ديال الفيلم كيتحدث بطريقة او باخرى على ممكن نقولوا الربيع العربي، ممكن نقولوا المخاض اللي كان واقع في المجتمع العربي وفي هذه السنين الأخيرة اللي دازت. الفيلم تكتب أو بدأ التفكير فيه سنة 2013، فكان ديك الساعات مازال المسائل ما هدناتش، مازال القضية، فكان أحسن وقت اللي نفكروا فيه في ديك الساعات تخدم الفيلم. وكنظن باللي الناس كيلقاو معاه واحد التفاعل، كيستجوبوا معاه في القاعات، لا من خلال التصفيق اللي كنسمعوا في الاخر ديال العرض، ولا من خلال الاراء ديال الاصدقاء اللي كيكونوا حاضرين والنقاش ديالنا معاهم. فالحمد لله كتجربه اولى، فرحان بزاف، كنتمنى اللي جاي يكون احسن. مازال الطريق طويله ومازال خطوات ان شاء الله. ستيل الافلام الجونغ السينما اللي باغي ندير، الصراحه السؤال شويه كبير بزاف، مازال ما قدتش نجاوب عليه. مازالنا في مرحله تجريب، مازال باغي نجرب بزاف الانواع السينمائيه، مازال باغي ندخل في مغامرات بزاف، واكثر هي الاشياء اللي كيبان لي مازال ما متمكنش منها. من بعد ربما نلقى الاسلوب ديالي، ربما نلقى نوع السينما اللي عاد تستفزني اكثر. من لحد الان ما كنهتمش بالجونغ، ما كنهتمش بشنو شمن السلع يكون في هذا الفيلم، قد ما كنهتم بالفيلم في حد ذاته. هذا الفيلم شنو باغي يقول؟ هذا الفيلم كيفاش نقدروا نشوفوه؟ هذا الفيلم كيفاش نقدموه للناس؟ وكيفاش نحولوه من كلام او تكست مكتوب على اوراق نحولوه لزيماج اللي يتفاعلوا معها الناس، وغتخلي لهم واحد الانطباع معين وواحد الاحساس معين. دونك حد الان الشيء اللي كيهمني اكثر من السيل واكثر من على المستمرة والمتواصلة لاستجابة